السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا رابع؟ اليوم يا مس ناخذ مادة التربية الإسلامية، عنوان الدرس الصبر، وهو الدرس 20. اليوم هو الخميس 1/4، الخميس 1/4 من شهر نيسان. اكتبوها يا رابع عندكم عند الدرس 20 صفحة 67. اليوم ناخذ الصبر. طبعا الصبر يعني انت تتحمل المشقة، تتحمل التعب، تتحمل مثلا الجوع العطش في شهر رمضان احنا مقبلين عليه، تتحمل الجوع والعطش في سبيل ان الله تعالى يرضى عنك وتتقرب بذلك من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكتب لك الحسنات وتمحى عنك السيئات نتيجة صبرك وتحملك المشقة والتعب والتحمل الأعمال الشاقة. فالصبر الذي يدفع المسلم إلى الصبر وتحمل المشاق والأذى والتعب هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الله تعالى، وأيضا طلب الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. وأيضا إحنا بالصبر ودفاعنا عن الدين الإسلامي بالتالي يقوى الدين الإسلامي، وبذلك ننصر الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فضرب لنا رسل الأنبياء الكثير من الأمثلة على الصبر، لذلك سمي بعض الأنبياء بأولي العزم، منهم نوح عليه السلام. هم خمسة أولي العزم، هم واحد نوح عليه السلام، اثنين إبراهيم عليه السلام، ثلاثة موسى عليه السلام، أربعة عيسى عليه السلام، خمسة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أولي العزم هم خمسة يا رب. الآن صور الصبر. الصبر بيكون الصبر على عبادة الله سبحانه وتعالى، فأنت لما تصبر على الجوع والعطش في شهر رمضان بذلك تفوز برضا الله سبحانه وتعالى عنك. أيضا الصبر على الأعمال الشاقة، فالأب يستيقظ باكرا، يخرج من المنزل، يذهب إلى عمل الشاق من أجل أن ينفق على أطفاله. كذلك الأم تستيقظ باكرا من أجل تربية أبنائها، تنظيف البيت، رعاية الأبناء وتدريس الأبناء، وكل ذلك من مسؤوليات المرأة. أيضا الصبر على الشدائد، مثلا لا قدر الله مات شخص مقرب لنا، يجب أن نحتسب ذلك عند الله ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب على الإنسان أن يصبر عند الشدائد إذا وقعت عليه مصيبة، لا قدر الله مرض مرضا شديدا أو فجع بموت أحد الأشخاص المقربين منه، دائما يصبر على ذلك. أيضا عندنا مواقف كثيرة من الصبر تمثلها رسلنا وأنبيائنا عليهم الصلاة والسلام. من هذه المواقف موقف أيوب عليه السلام، صبر أيوب على بلائه في مرضه وفي أولاده وفي أيضا فقده المال والولد وأيضا مرضه الشديد. فقد كان أيوب عليه السلام لديه البساتين الخضراء، لديه قصر، لديه خدم، ولديه الأولاد ولديه الزوجة. فابتلاه الله تعالى بأن ضاع منه ذلك المال الوفير وأصبح فقير، وأيضا مات ابنه ولم يبقى بجانبه إلا زوجته الوفية، هي من تبقى إلى جانبه. وأيضا مرض مرضا شديدا يسمى الجذام، وأيضا كان لحمه يتساقط عن جسمه، كان اللحم يتساقط عن جسمه، يعني شايفين شدة البلاء الذي ابتلاه الله تعالى به، مع أنه كان نبي مرسل، لكن حتى الله تعالى يفرج لنا أنه الابتلاء ليس فقط على البشر وأيضا على الأنبياء والرسل. حتى رفع يديه إلى السماء أيوب عليه السلام
وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا البلاء. وقلت المشهورة: أمي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عندما دعا الله تعالى بذلك رفع الله تعالى عنه البلاء. أيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبر على موت أبنائه القاسم، عبد الله وإبراهيم، صبر على موت أبنائه الثلاث، ولم يقل لماذا ماتوا أولادي، لماذا حرمت من الأولاد، لا، هو مات أولاده الثلاث القاسم وعبد الله وإبراهيم، حتى بناته الأربعة ماتوا وهو على قيد الحياة، يعني ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بناته كلثوم وزينب ورقينة ورقية، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن صبر النبي يعقوب وهو والد سيدنا يوسف. طبعا يوسف كان له إخوة، طبعا هؤلاء إخوته كانوا يغارون ويحقدون ويكرهون يوسف، لأنه كان والدهم يعقوب الولد المفضل لديه هو يوسف، فكان عندهم غيرة من يوسف، فاقترحوا على والدهم يعقوب أنهم يأخذوا يوسف معهم لرعي الغنم، وفعلا أخذوه معهم وتركوا يوسف في المكان الذي كانوا يرعون فيه الغنم، ورجعوا إلى أبيهم ومعهم قميص عليه دم، وأخبروا والدهم أن يوسف قد أكله الذئب، لكنهم كاذبين، لم يكن قد أكله الذئب، ونجاه الله سبحانه وتعالى سيدنا يوسف من غدر أخواله وكراهيته له. الآن يا رابع افتحوا لي صفحة 67 عن الأشياء المهمة. الآن أولاً، ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ هو تحمل المصائب والشدائد طلباً للأجر والثواب. فسر تسمية شهر رمضان شهر الصبر، لأنه فيه تحمل على الجوع والعطش، تحمل الجوع والعطش. الآن ما هي ثمار الصبر؟ ما هي ثمار الصبر؟ 1- محبة الله تعالى، 2- الأجر والثواب، 3- القوة ونصرة الله تعالى. الآن أولي العزم، من هم أولي العزم؟ فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، صدق الله العظيم. أسماء أو أولي العزم من الرسل: 1- نوح عليه السلام، 2- إبراهيم عليه السلام، 3- موسى عليه السلام، 4- عيسى عليه السلام، 5- محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ كتبت لكم إياها على اللوح يا مس، هيهم واضح؟ هيهم: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. افتحوا لي صفحة 68. ما هي صور الصبر؟ ما هي صور الصبر؟ الصبر على عبادة الله وطاعته، الصبر على الأعمال الشاقة، الصبر على المصائب. أيضا عندنا هنا أحدد صورة الصبر في كل موقف: تأدية صلاة الفجر في وقت البرد، الصبر على عبادة الله، موت أحد الأقارب، الصبر على المصائب، عمل الأب الشاق لتحصيل نفقة أولاده، الصبر على الأعمال الشاقة، سهر الأم على راحة ابنها المريض، الصبر على الأعمال الشاقة. أيضا عندنا اذكر مواقف للصبر: أولا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على موت أولاده، 2- صبر النبي أيوب على ابتلائه في فقد ماله وولده ومرضه، 3- صبر يعقوب عليه السلام على فقد ولده يوسف عليه السلام. في عنا نشاط بيتي صفحة 69 أيضا: أتأمل الصورتين وأستنتج أنواع الصبر، الأولى صبر على المرض، والثانية صبر على عبادة الله تعالى، لأنه كلنا بنعرف أنه أداء العمرة والحج تحتاج إلى جهد وتعب من المسلم حتى يؤدي هذه العبادات تقربا من الله سبحانه وتعالى. وهيك يا رابع بنكون أنهينا، ويعطيكم ألف عافية.